Terima kasih telah سميتي عبد الله ولد مراكش مستثمر في مدينة مراكش وولد المدينة القديمة قررت نترشح رئاسة الكوكب المراكشي انه تي لي الفريق غادي اللور اللور في التسيير ديالو في الادارة ديالتو وجات حشومة فريق كبير يطيح الهوات جات حشومة الاسباب اللي علمت على هذه الخطوة أنا ولد مراكش و تيبان الفريق طاح الهوات فريق الكوكب المراكشي اللي كان تيرعد الفرق المغرب كلهم طاح اللي بالتسير تاع إدارة الكوكب المراكشي النتائج زيرو جات حشومة فريق كبير طايح اللي مدينة مراكش سياحية فيها رجال أعمال فيها شحال من شحال من هنا هنايا وتيشوف الفريق غادي اللور اللور حتى شي واحد ما ما نقدو وتسير كل واحد تيجي تيخرج على الفريق تيمشي الله يهنيه انا مستعد نطلع الفريق الكوكب المراكشي من الهواة هو البروميان سيري عام وتنوعد الجمهور المراكشي عام يطلع للدوزيام سيري نحيدوه من, من الهواة هي عندي شركة بريطانية اللي بيعاونوني في الفريق الكوكب المراكشي نطلعوه للبروميان سيري وهذا الموضوع تناقشنا عليه البارح بالليل تناقشنا عليه حتى شهر ربعة الصباح حنا تنتناقشو على هد... على الفريق وعلى الشركات اللي بيعاونو اللي بيعاونوني انا يعني في هذا الفريق الكوكب المراكشي نطلعوه البروميان ش... سيري ان شاء الله لا احنا كا دخلنا كمكتب جديد خصنا نلقاو الفريق مقاد باش الجمهور المراكشي يدير فينا الثقه ما يمكنناش على على مشاكل تاع النادي كبيره باش نرضاو نرضيو المكتب القديم لا احنا بينا الجمهور المراكشي يدير فينا الثقه علاش انا بالضبط هذه الخطوه انه انا ولد مراكش وكنت عارف الجامعة ولد المدينه القديمه كنت عارف الجميع انه العائله ديالتي كانت مع الكوكب المراكشي هذاك الشيء علاش ضراتني الغيره ومن صغري وانا تنتفرج في الكوكب المراكشي في يامة الحاج المديوري هذاك الشيء علاش جاو شي ناس ما عندهم لا تسير لا حتى شي حاجه وهم يخرجوا لنا على الفريق الكوكب المراكشي رساله تنجد بغيت الجمهور المراكشي تسناو ان شاء الله ويديروا فينا الثقه وتفرجوا في الكوكب المراكشي كي كان في 96 في 98 تيرعد الفرقه المغرب باقي ان شاء الله نرعدو ان شاء الله ديروا فينا الثقه وتشوفوا واش بينا نديروا للكوكب المراكشي ان شاء الله اولا بسم الله الرحمن الرحيم اولا وقبل كل شيء أه، نشكر الله تعالى حيت تلاقينا مع المعلم عبد الله لانه بغى يزيد بالفريق ديال كوكب مراكش القدام لاحظنا في الاخير ولات في الآونة الاخيره ولات نتائج كارثيه نظرا لتسير الكارثي وهذا ماشي ماشي من العاده ديال كوكب مراكوشي ماشي من العاده ديالو انه يكون عنده تسير بهذا المستوى هذا حنا موالفين ان الكوكب تيكون عنده تسير كبير وكنعرفوا ان الكوكب كيضرب ليها الاسم ديالها في افريقيا ماشي غير في مراكش كي تسمع الكوكب مراكوشي في افريقيا البودرات ديال اي مدينه كيتزعزعوا علاش لانه فريق عنده تاريخ كبير لاول مره في التاريخ في التاريخ ديال الكوكب مراكش غادي ينزل الهوات وهذا راه ما عجبناش حنا كمراكشيين وما عجبناش ك مغاربة لا 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 ولا المغاربه تقلقوا بزاف بزاف بزاف, بزاف بعد النزول ديال كوكب مراكشي الهوات والحمد لله دابا راه المعلم عبدالله الله اللي اللي عنده غيره كبيره على الفريق واللي تبارك الله واحد مستشار كبير يعني يعني قادر انه يزيد بالفريق القدام كانت من الجماهير كنتمنوا الجماهير المراكشي يديروا الثقه في هذا السيد لانه ماشي بحال بحال المسيرين القدام انه باش ما نسميوش حنا شي واحد لا نظلموا شي واحد انه قادر انه يزيد بهذا الفرقه القدام لانه غادي يجيب شركات من بريطانيا غادي يجيب مستشارين من من دول اخرى اللي غادي يقدروا انه يعاونوا في التسيير ديال الكوكب مراكشي وكيف ما لاحظنا انه وعدنا قال لنا ان راه الكوكب ان شاء الله فاش غنشدها خصهم يريد تعاونوا معايا يضافر الجهود في جميع الجهات جميع المسؤولين تضافر الجهود ان شاء الله لا الجمهور لا كل شيء تضافر الجهود قال لك باش اولا بعد النقطة الأولى نحيدها من هو طلع الدوزيام سيري نحاولوا نفكروا ثاني في, في بريمير سيري عاد باش نحاولوا أننا نلعبوا على الألقاب لا لا في داخل الوطن لا قارية إن شاء الله بإذن الله تعالى كنتمناو من الجماهير المراكشية كنوجه واحد الرسالة للجماهير المراكشية أنهم يديروا الثقة في المعلم عبد الله وإن شاء الله راه غادي يكون الخير يديروا الثقة لأنه داخل واحد المكتب بي سي للفريق اللي مكتب اللي قوت ما فيهش تخلويض ما فيه حتى شي حاجه بغا هي الفرقه تزيد قدام وان المعلم عبد الله راه قادر يضحي بالغالي والنفيس من اجل الكوكب كوشى لاننا احنا مراكشيون وتنحبوا الكوكب كبرنا مع الكوكب لا في الصغر ديالنا حنا 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 كولاد المدينه لا في ديالنا فقنا على الكوكب يعني باش تجي حنا فاش نوصلوا المرحله يجي ولقاو ان الفرقه ودات الهوات في التاريخ ديالها ما عمرها ودات راه هادشي راه كارثي كارثي وكنتمنوا للمعلم عبد الله من هذا المنبر التوفيق ان شاء الله في تسيير ديال كوكب مراكشي وكنتمنى من الجماهير انها تثق فيه لانه عنده خبره وكفاءه عاليه قادر انه يزيد بالفرقه لقدام وشكرا اه التسيير ديال النادي حنا ما يمكنش لينا غادي نحكموا على التسيير لان ما عارفينش اشنو كاين الداخل ما عرفنا الخبايا اللي كاينين لداخل يعني التسيير في الاول كان تيبان انه غادي مزيان واحد الوقيته وقعوا مشاكل هذوك المشاكل حنا ما عارفينهمش ما يمكنش ان نظلموا شي واحد ان بعض الظن اثم ولكن في الاونه الاخيره لاحظنا ان الفريق فريق نهار نهار نهار, نهار نهار عنده مشاكل كبيره يعني عنده ديون كبيره يعني ما يعني دخل دخل هذاك المكتب في الاول انه كان طامح ولكن لقى مشاكل كبيره يعني دغيا استسلم للامر الواقع اما المعلم عبد الله عارفه انه مقاتل مقاتل الى الرمق الاخير يموت معك حتى الاخر تبقى عنده درهم في جيبو ماشي مشكل يموت معك حتى الاخر المهم عنده ان الفرقه خصها تطلع حنا الناس اللي كانوا تيسيروا الكوكب الله يسهل عليهم الله يجازيهم بالخير لانهم قاموا توما بالواجب ديالهم ولكن ما كانش عندهم ديك النفس الطويل والنفس الاخر انهم انهم يتعاونوا مع الكوكب حتى الاخر ولو كان يبقى في الدوزيام سيري ما كانش غادي يوقع هذا الشيء هذا ما كانش ما كانش غتنوض الضجه هذه كبيره على الكوكب مراكوشي ولكن توما الله يحسن اعوانهم داروا اللي عليهم ودابا يخليو الفرصه الناس اللي غادي تكون اكثر خبره وكفاءه في هذا الميدان هذا اللي غتعطي اللي غتعطي بزاف ديال الحوايج ان شاء الله باذن الله تعالى شكرا وكتي عارف الجميع الحمد لله راه غنينا الله ما طمع الله في الفريق لا حتى شي حاجه حنا طمئين يعني في الفريق بنا نطلع البروميان سيري وان شاء الله بينا مراكشي يديروا فينا الثقه ويتفرجوا ان شاء الله إنه عندنا الناس اللي بيعاونونا في الفارق ماشي ولاد البلاد ناس شركه بريطانيه ان شاء الله اللي بيعاونونا في الفارق يطلع البريمير سيري وتنوعد الجمهور المراكشي عام في الهوات ويطلع التوزيام سيري هذا وعد من عندي عام ويطلع التوزيام سيري ان شاء الله وشكرا وكلمه لخويا عزيز اللي عنده غير حتى على على الفريق الكوكب المراكشي وكتيا في الجميع عزيز راه ديما تيتابعهم من هاد البلاد لهاد البلاد لهاد البلاد لهاد البلاد, البلاد. نعطوه الكلمه السلام عليكم معكم عزيز فيصل أه، تندير ماناجر هنا في مدينه مراكش وتضربني الغير على هذه المدينه الحبيبه وهذه المدينه الزوينه وتحيه للجماهير المراكشيه كامله وتحيه لجميع الخوش والاخوان المراكشيين ونتمنى من الله الجماهير المراكشيه يديروا الثقه في هذا السيد ضربة النفس على هاد البلاد وبيمثل الفريق احسن تمثيل وشهادة لله هاد السيد راه شفنا فيه غير الخير والله يعمرها دار وولد باب الله وتضربون النفس على الكوكب تضربوا النفس على الكوكب ونتمنى من الله الجماهير المراكشية دير ايد في ايد في هذا السيد هو السيد راه باغي الخير للفريق راه ما ما باغيش شي حاجه اللي هو عنده مسكين هذاك الشيء اللي عنده يغني شي يموت ان شاء الله باذن الله واني هو ضرباته النفس على البلاد وضرباته النفس على الكوكب الكوكب اللي كانت تضرب بالامثله كوكب شنو هي الكوكب اصاحبي كوكب راه شي حاجه عالميه ونتمنى من الله, الله الجماهير المراكشية يديروا الثقة في المعلم عبد الله وكوكاب غتزيد لقدام إن شاء الله وعزيز فيصل تيقول ديما كوكاب وديما تبقى كوكاب وكوكاب في العلالي في العلالي في العلالي درتو في <applause> هذا السيد وشكرا لكم بزاف وميرسي بوكو اشترك الآن في قناة أشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي أشواق تيفي جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة